어, 뭐야? 너무 아름답잖아. 이거야? 너. 이거야? 너. 이거야? 너. I am disgusted. 나랑 같이 살래? أهلاً 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 اليوم راح نفتح لايتستيك SF9 هنا كاتبين أسماء الأعضاء زي ما أنتم شايفين كده تعرفوا إن اللايتستيك أصلية لازم تجيكم كده الستيكر تلمع دي الفيرجن ببلوتوث أعتقد اللي قبلها ما كان ببلوتوث أعتقد أخذتها من كي بوب مارت هحط لكم الرابط في صندوق الوصف لا تنسوا تسووا لي سبسكرايب للقناة تابعوني على سناب شات او انسا اللي تحبوه جات مع اللايت ستيك دي الانكلوجن حوريكم هي نهاية الفيديو تمام بس حوريكم الستراب اللي جاء معاه مرة كيوت هادي تعليمات جات برضو مع اللايت ستيك ما نحتاجها لانه اللي عنده لايت ستيك بديهي بس اذا ما عندكم حتشوفوا الفيديو عشان تعرفوا كيف تستخدموا اللايت ستيك ده ستراب اي صح نسيت اقول لكم جات تجي اللايت ستيك بلونين اسود وابيض زي ما انتم شايفين انا الصراحة بعد ما شفت اللايت ستيك البيضة مرة انقهرت اني ماخذ ابيض بس برضو السوداء مرة حلو مرة كيوت تخيلي اول ما جات اللايت ستيك على بالي انه ما فيها لايت ستيك لأنه كانت أخف لايت ستيك في حياتي أخذتها هذه التعليمات كيف تستخدمه هنا حطيتها بالغلط فأنتوا سووا العكس فدي تعتبر أخف لايت ستيك عندي حرفيا مرة خفيفة فمرة حبيت هالشي شوفوا هنا بعدين بعد ما عرفت إنه العكس عرفتوا دحين تشتغل فمنها لونين اللي هو الأبيض والأسود والإنكلوجن يعني حتى لو أخذته الأبيض أو الأسود مين كان تحت الكاميرا وأنا بسوق ستار عشان أوريكم إنه كيف الإضاءة حقتها الكاردز نفسها في اللايت ستيك البيض واللايت ستيك السوداء ما هي مختلفة بس مرة كيوت مرة كيوت ذكرتني باللايت ستيك إنها تتحرك اللي من جوا بلايت ستيك ستري كيدز بس اللي من جوا إنها تتحرك عشان اللي تقولوا شبه دي الغيم هنا سجلت بالآيباد بعدين حطيت لكم تسجيل كده بالجوال أسهل يعني عشان تشوفوا المود الأول تختاروا لو كنتوا في كونسرت عشان تشبكوه عشان تفهمين يلعبوا في اللايت ستيك نفس المنظمين فاهمين يعني لما تكونوا في الكونسرت نفسه يقدروا يخلوا مثلا كل الألوان لونها زرقاء كلها لونها صفراء كلها لونها خضراء فحبيت ده الشيء كيف تخلوها تنشبك على التطبيق تضغطوا 3 ثواني على نفس اللايت ستيك عليه ما يجيكم المود الأزرق بعدين هي حتصير دايركتلي على إنها تنشبك إنه حتجيكم عجلة الألوان دي على طول فمنها تقدروا تختاروا اللون اللي يناسبكم أزرق أخضر أصفر أحمر فاهمين لا تنسوا تتابعوني في سناب شات وتسوي سبسكرايب بليز طيب مرة الألوان حبيت إنه مرة الألوان كتير ترى في لايت ستيك قليلة إنه تقدروا تلعبوا بالألوان اللي فاكرتها الآن هم لايت ستيك بي تي اس ولايت ستيك توايس هم تقدر تلعب بالألوان زي ما تبغوا شايفين هذا الخط اللي جالس ألعب فيه دحين تقدروا تلعبوا بسطوع على اللايت ستيك لو تبغوها ساطعة مرة تخلوها للنهاية لو تبغوها أقل تخلوها فاهمين العكس وكده دحين نفتح الكاردز على بالي كانت تجي واحدة كارد مع لايت ستيك بس جات للمجموعة كلها دي الفرقة شاني مرة كيوت اعتقد حيصير بايسي هوي يونغ مرة كيوت اصلا هو بايسي تايانغ بس هوي يونغ مرة بدأ شايفين تايانغ مرة كيوت بس بدأ هو يكون اعلى
مرة كيوت جوهو، الطاقة حقته مرة تعجبني. راوني راوني وداون كلهم أعرفهم من المسلسلات أكثر منهم في الفرقة يعني. شياني مرة كيوت حبيت. إنسان كايرو عدش سيملا سيدوركم يونغ بين مرة كيوت. كده وصلنا هذا الفيديو، شوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة، مرة أحبكم، باي.